وانحرف بنو إسرائيل بعد موت يوشع بن نون، واتجهوا إلى انحرافاتهم، وأصبحوا على سابق عهدهم ما بين سكر وميسر وعودة إلى عبادة الأصنام، ونسوا ما حاربوا من أجله، ونسوا ما أمرهم به أنبياؤهم. وكان لابد لهم من نهاية، حيث ألهاهم ما هم فيه من شرب خمر ونساء وميسر، ونسوا كلام موسى، ودخلوا في صراعات جديدة، حيث أصبحوا من بعد عز في ذل وهوان، وطمعت فيهم كل القبائل، ولم يحافظوا على التابوت آخر ما تركه لهم يوشع، وقد أخذ منهم التابوت. لقد هزمنا بني إسرائيل وأخذنا منهم تابوت العهد. تشتاق نفسي لقتال بني إسرائيل. أما مللت من هزيمتهم ودحرهم وسبي نسائهم؟ لا أمل أبداً، فهم أعداؤنا عبر التاريخ. لابد أن نضعف قواهم ونذل أنفسهم، فلا يستطيعوا قياماً ولا قتالاً. فهيا يا جنود، هيا 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 هيا, هيا, هيا. لقد هانت بنو إسرائيل، ذلت بنو إسرائيل، أذاقنا الله الهوان وضربت علينا الذلة والمسكنة. ذلت بنو إسرائيل. قتلوا زوجي وابني، قتلوا زوجي وابني. علينا أن نذهب لنبي الله شمويل لنطلب منه أن يبعث الله لنا ملكا. ملكا كيف؟ نعم، ملكا يجمع كلمة بني إسرائيل. كيف؟ وهل سيوافقنا نبي الله شمويل على هذا؟ وهل سيبعث الله لنا الملك؟ ليس لنا حل غير هذا، لابد من القتال.
ولا قتال بغير ملك. وماذا سيقول نبينا شمويل بعد أن رأى منا كل هذا الذل والهوان؟ وهنا توقفت بنو إسرائيل وراجعت نفسها، حاولت أن تنقذ البقية الباقية من شعبها ومن عزها وتاريخها. ونبي الله شمويل هو من جاء بعد يوشع بن نون في فترة حكم القضاة، ويتصل نسب نبي الله شمويل إلى هارون عليه السلام. يا نبي الله شمويل، ادعو لنا الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله. وسألهم قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولم يكن بنو إسرائيل على قناعة بمن سيأتيهم به الله إلا بملك ثري قوي، ووافقهم نبي الله شمويل على ما قالوه، وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يبعث لهم ملكاً ينقذ بني إسرائيل من ذلها وعذابها.